أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ الابتلاء يكون عقابا ويكون تكفيرا للذنوب ويكون رفعة في الدرجات، وأما العقاب فهو عقوبة على ذنب، على معصية. فالمسلم يكفر الله ذنوبه بالمصائب التي تصيبه تنزل به، ففيها خير له. أما الكافر فإنه يمتع وينعم ويستدرج، أما المؤمن فإن الله ينبهه بهذه المصائب يرجع إلى الله عز وجل. نعم.